السلام عليكم. بعدا تنشكركم كاين طرا 36 على الاستضافه ديالي. شنقول لك انا بان ليا بان هذا الوضع ديال نادي القنيطري وضع كارثي، ما حتى واحد ما يبغي لها. اي واحد سولو في المغرب كامل سولو على نادي القنيطري يقول لك الله يصوب له، حتى واحد ما عجبو الحال، لا جمهور لا منخرطين لا محبين. اي واحد في اي بلاصه مشيتي لها في العالم، حيت نادي القنيطري عنده جمهور الحمد لله في المغرب كامل، في العالم كامل ماشي في المغرب كامل، عنده في العالم كامل. فما وليتي تمشي تلقى الدرابو ديال الكاك. هذا الوضع اللي فيه دابا راه كارثي، وتنتمنى الله يصوب لها. شنو هو الحل في نظرك؟ شنو خصو يدير الحل؟ راني قلت وعاود قلت، يا اما يجمعوا راسهم يا اما يحطوا استقاله جماعيه. إلا كنتي رئيس خصك تقد بها، ما قديتيش بها خصك تحط الاستقاله وتخلي الناس الجداد يجيو لها. السيري هذاك يعني انت الترشيح ديالك سابقا، واش مازال انت يعني باغي تكون رئيس ديال النادي الرياضي القنيطري من اجل الانقاذ ديالو بحكم الغيره الكبيره ديالك؟ ان شاء الله في القريب العاجل، نهار اللي تكون عندنا الصفه وما يكونش عندنا ما نخليوش الناس فين يطعنوا فينا، ان شاء الله ديك الساعه نقدم الترشح ديالي.